بيقول لنا سؤال نظري، يسقط جسم كتلته ام من السكون، ما هو السرعة عندما يسقط صفر في هواء ساكن من ارتفاع مناسب عن سطح الأرض؟ يعني أنا ما بجي على ارتفاع 10 سطح يسقط جسم. ادرس ادرس مراحل وصوله إلى سرعته الحدية. ادرس مراحل وصوله إلى سرعته الحدية، ثم استنتج قانون السرعة الحدية. طلاب كثير سؤال هام. نعم، ونحن أنا سابقا قبل نعم الأحداث الأخيرة كنت يعني محتار كيف بدي أجيب للطلاب مثال إنه على ارتفاع مناسب، مثلا على ارتفاع 1 أو 2 كيلومتر على سطح الأرض، سبحان الله شفناها طلاب بكيف البراميل عم تنزل من الطائرة على رؤوس المدنيين. على كل حال، عندما يسقط جسم من السكون في هواء ساكن من ارتفاع مناسب عن سطح الأرض، ادرس مراحل وصوله إلى سرعته الحدي، ثم استنتج قانون السرعة الحدي. هذا طلاب سؤال عام، كثير هام هذا السؤال. قوى خارجية مؤثرة، القوى الخارجية مؤثرة على الجسم عندما يسقط في هواء ساكن، حكينا في بداية الحصة هنا قوتين، قوة ثقله بتكون شاقولي نحو الأسفل، وقوة مقاومة الهواء بتكون شاقولي نحو الأعلى. نعم. الشكل مفيد لازم نرسمه لأنه عليه علامات. هذا الشكل، أي جسم يسقط في هواء ساكن بأخذ مركز عضلات الجسم يخضع لقوة ثقل نحو الأسفل وقوة مقاومة الهواء نحو الأعلى. طبعا يا طلاب، بما انه التحريك انسحابي فما في عندي هون بالسقوط حركه دوراني. بما انه التحريك انسحابي فراح نطبق العلاقه الاساسيه في التحريك الانسحابي. راح نطبق العلاقه الاساسيه في التحريك الانسحابي، مجموع القوى يساوي ام بي ار. القوى المؤثره على جسم ثقله وقوه مقاومه الهواء يساوي ام بي ار. بالاسقاط على محور موجه نحو الاسفل. طلاب احنا دائما وابدا كيف اتجاه الحركه باخذ المحور معها. فاتجاه الحركة نحو الأسفل أخذنا المحور نحو الأسفل OY مثلا. فكل قوة مع المحور مسقطة موجب وبعكسه مسقطة سالب. فالثقل مع OY محمول على OY وبجهته مسقطه موجب، أما FR محمول على OY وبعكس جهته فمسقطه سالب. فW ناقص FR يساوي M بR. طلاب هون عندي شيء بدي أحفظه، لازم أحفظه، مناقشة هامة جدا لازم احفظه. طلاب انا عندي مجموع القوى، مجموع القوى هي دبليو ناقص اف ار، هاي اسمها مجموع القوى، مجموع القوى محصلة القوى، طبعا قوي موجب وقوي سيء يعني بعكس بعضهم. محصلة القوى يساوي ام بي ار. طيب اذا محصلة القوى صفر، التسارع ايش بيكون؟ صفر، وبالتالي الجسم اما ساكن او حركة مستقيمة منتظمة. أنا أول ما سقطت الجسم، أول ما سقطت الجسم من السكون، أول ما سقطت الجسم، إيش قد كانت سرعته؟ صفر. إذا كانت سرعته صفر، معناته مقاومة الهواء صفر، لأنه ما في مقاومة هواء، مقاومة الهواء نصف كي برو بإس بفي مربع، في صفر. أول ما سقطنا الجسم يا طلاب، إف آر صفر، وبالتالي دبليو يساوي إم بي آر، معناته في عندي آر، في تسارع. إذا بما أنه W أكبر من FR، هذا المقدار لا يساوي الصفر، معناته في تسارع. في تسارع، وإذا في تسارع معناته الجسم عم يتسارع وسرعته عم تزيد. إذا بما طالما أن W أكبر من FR، أول ما سقطناه يا جماعة كانت W، لأنه أصلاً ما كانت FR. وبالتالي W يساوي M بR، إذا W أكبر من FR، هذا المقدار ليس صفر. إذا يتسارع الجسم، في تسارع. وبتكون حركته مستقيمة متسارعة، لأنه في تسارع. تسارع موجب هون. وتزداد السرعة، بما أنه ازدادت السرعة بزيد FR، لأنه FR نصف K برو بS بV مربع. طيب اول ما سقطنا كانت في صفر، معناته ما في اف ار، هلا صارت عندي سرعه معناته زادت اف ار، احنا حكينا كلما زادت السرعه تزداد المقاومه، ما هو العكس. اذا تزداد قيمه اف ار، بما انه قيمه اف ار تزداد فهذا المقدار يتناقص.
يتناقص هذا المقدار ويتناقص التسارع، يتناقص التسارع. نعم، إذا نكتب طالما أن W أكبر من FR يتسارع الجسم في تسارع، الحركة مستقيمة متسارعة، بتزيد السرعة بتزيد FR ويتناقص هذا المقدار W ناقص FR وبالتالي يتناقص التسارع، وهكذا بتزيد السرعة وبتزيد FR، بتزيد السرعة وبتزيد FR، بتزيد السرعة وبتزيد FR حتى FR تساوي W، يعني هذا المقدار يصبح صفر ويصبح التسارع معدوم وتكون حركة مستقيمة منتظمة، سرعتها الثابتة هي أكبر سرعة يصلها الجسم، ندعوها بالسرعة الحدية، يعني السرعة أول ما تركنا الجسم من السكون كان سرعة صفر، السرعة زادت 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 بتتم بتزيد السرعة لتوصل حد أقصى، يعني قبل ما توصل الأرض مثلا بأمتار ما بقى تزيد السرعة أكثر من هيك، بتنزل بهاي السرعة لتوصل الأرض، تثبت السرعة ندعوها بالسرعة الحدية. نعم، وتصبح الحركة مستقيمة منتظمة. طلب عندي طورين للحركة. الطور الأول مستقيمة متسارعة، يتناقص فيها التسارع، ركزوا على اختيار الإجابة الصحيحة أخاف يجيكم، قبل بلوغ السرعة الحدية. الحركة مستقيمة متسارعة، ما بتكتب متسارعة بانتظام، لأنه التسارع ليس ثابت، التسارع عم يتناقص. بعيد. قبل بلوغ السرعة الحدية. الحركة مستقيمة متسارعة، مو متسارعة بانتظام، متسارعة. يتناقص فيها التسارع. نعم، ويكون W أكبر من FR. الآن عندما بلغنا السرعة الحدية، التسارع أصبح معدوم، وW تساوي FR. والحركة مستقيمة منتظمة، الحركة مستقيمة منتظمة. نعم. الآن عند بلوغ السرعة الحدية W ناقص FR يساوي صفر لأنه ما تم تسارع، W أصبحت تساوي FR، W طلب MPG و FR حافظين نص K برو ب S ب V مربع، طلب ما علينا إلا نعزل V مربع، يعني ضربنا باثنين وقسمنا على أمثال V مربع أصبح 2 MPG على K برو ب S، أخذنا الجذر أصبحت السرعة الحدية VT تساوي تحت الجذر 2 MPG على K برو بيس، K برو بيس على إذا K برو بيس. طلاب قد يجي يقول لك ثم استنتج علاقة السرعة الحدية إذا كان الجسم الذي يسقط أو ساقط عبارة عن كرة مصمتة. كلمة كرة مصمتة يعني كرة قلبها مليان مانو فارغ، كرة مصمتة. ونعم بيعطينا طلاب نصف قطرها، نصف الكرة، نعم كتلتها M ونصف قطرها R. نعم، هلق إذا أعطاني أنا قيمة الكتلة M ونصف القطر بعوض مباشرة، أما إذا أعطاني الكرة مصمتة، نعم إذا أعطاني طلاب كرة وأعطاني كتلتها بعوض بM مباشرة، عرفتوا؟ اما اذا اعطاني كره مصمطه بدي اعطيه نصف قطره ويعطيني كتلتها الحجميه، كتل رو اس الكتله الحجميه للكره تختلف عن رو الكتله الحجميه للهواء. فانا هاي علاقه في تي السرعه الحدي، هاي علاقه في تي السرعه الحدي. طلب بدل ام تساوي رو اس بفي، لانه رو تساوي ام على في، ام تساوي رو اس بفي، رو اس الكتله الحجميه للكره. حجم الكرة علاقتها 4 3 بي ار مكعب. بدل ام هاي ليكو ليكو ام، هاي ام، بدل ام بدي اعوض رو اس ب 4 3 بي ار مكعب. بدل اس مساحة السطح المعرض للاحتكاك، هلا نحن لو نظرنا إلى الأعلى وشفنا كرة ساقطة بشوف قرص أنا. فيكون مساحة الاحتكاك على مساحة سطح أعظم للكرة. فاس هي بي ار مربع. بي ار مربع. طلب مساحة الاحتكاك على الكرة، مساحة سطح المعرض للاحتكاك للكرة هو نفسه مساحة سطح دائرة بي ار مربع الأعظمي. القرص نفسه بي ار مربع، الأسطواني كمان بي ار مربع. لأنه يكون الاحتكاك على مساحة سطح دائرة. بعوض بدل ام حطيت هون رو اس 4 3 بي ار مكعب، وبدل اس التحتاني حطيت بي ار مربع. طلب تروح بي مع بي والتكعيب بروح مع ار مربع. طبعا هون 2 في 4 8 و3 بتنزل لتحت.
أصبح عندنا هاي علاقة في دي، السرعة الحدي 8 رو اس بي ار. هذا الحكي نظري. أما بالمسألة ما بيطلع معنا هيك، لأنه بالمسألة نصف كي برو بكون عاطينا إياها كقيمة 0.25. نعم. ضمن هاي العلاقة اللي استنتجناها هاي بوجود كرة مصمتة، أما إذا ما عندي كرة مصمتة خلاص كرة عادي له بكفي. العلاقة بكفي. أما إذا قال لك واستنتج علاقة السرعة الحدية إذا كانت كرة مصمتة، بدي أكمل.